أهلا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم راح يكون عن مفضلاتي خلال سنة 2019. طبعا خلال السنة اللي راحت أنا جربت أشياء كثير، لكن في أشياء معينة دائما أرجع لها ودائما يعني تعطيني النتيجة الأفضل وأحبها وتناسب شعري، فهي اللي راح أتكلم عنها اليوم. يعني ما راح أتكلم عن كل شيء جربته في 2019، لا، راح أتكلم فقط عن الأشياء اللي أنا حبيتها وعندي استعداد أرجع أشتريها ثانية وثانية وثانية، ما أطفش منها. كل الأشياء اللي بتكلم عنها اليوم راح تكون في صندوق الوصف تحت، شيكوا عليه، راح أكتب لكم تحت وين تلاقونها. تمام، يلا نبدأ. هذه كل مفضلاتي لسنة 2019، كلها خالية من السيليكون، البرابين، السلفيت والمواد الضارة، كلها صديقة للشعر المجعد. إذا في أي شيء من هذه الأشياء فيه سيليكون أو سلفيت أو غيره راح أقول لكم. أول شيء راح نبدأ فيه هو منظفات الشعر. أول شيء شامبو ماوي مويستر بالفانيليا، هذا واحد من مفضلاتي الجديدة اللي أضفتها على آخر سنة 2019، خالي من السلفيت والسيليكون، وأول مكون فيه هو عصير الألوفيرا المعروف بالترطيب، كمان يحتوي على موية جوز الهند. تنظيفه مرة كويس، كأنك مستخدم شامبو في سلفيت ولكنه ما ينشف أبدا، وأفضل شيء فيه بالنسبة لي هي ريحة الفانيليا. عذاب. تاخذك العالم ثاني، أنا عن نفسي أحب ريحة الفانيليا في كل شيء. بعد كذا شامبو القمح من إيف روشيه، هذا الشامبو يحتوي على السلفيت لكن أستخدمه مرة واحدة بالشهر. انتوا عارفين نقدر نستخدم شامبو فيه سلفيت مرة واحدة بس في الشهر لتنقية الشعر. تنظيفه جدا جدا ممتاز لأنه يحتوي على السلفيت، ولكن مع هذا ما يجفف الشعر مثل ما السلفيت يسوي عادة. جدا ممتاز للتنقية، وإذا كنت تستخدمين منتجات فيها سيليكون راح يكون ممتاز وفعال في إزالة أي بقايا سيليكون تبقى في شعرك. طبعا خالي من السيليكون والكحول المجففة والبرابين، ويحتوي على بروتين القمح. بلسم القمح من إيف روشيه من نفس مجموعة الشامبو اللي توريتكم إياه، أضفته مع منظفات الشعر لأني أحب أستخدمه ككووش، وكلنا عارفين الكووش هو تنظيف الشعر باستخدام البلسم. هذا من أفضل البلاسم اللي استخدمتها ككووش. أنا أستخدم الكووش في الأيام اللي شعري ما يحتاج فيها تنظيف عميق، بس مع هذا مضطرة أغسله، يعطي تنظيف خفيف ويرطب بنفس الوقت. طبعا خالي من السلفيت، خالي من السيليكون، يحتوي على زيت اللوز الحلو وبروتين القمح. بعد كذا راح نتكلم عن البلسم وماسكات الترطيب العميق. منتج ثاني من ماوي مويستر هو بلسم الفانيليا من نفس مجموعة شامبو الفانيليا، طبعا خالي من السيليكون وخالي من الكحول المجففة والمواد الضارة، يحتوي على عصير الصبار، موية جوز الهند. قوامه كريمي وممتاز جدا في فك تشابك الشعر أثناء الاستحمام. ريحته زي ما قلت لكم مع الشامبو مرة خيال، لكن تستمتعين فيها وقت الاستحمام فقط، يعني بعد ما تطلعين من الحمام خلاص يعني تروح الريحة، ما تثبت بالشعر للأسف. هذا الماسك استخدمه مرة كل أسبوعين أو مرة بالشهر، هو ماسك الترطيب العميق من جوفاني. هذا الماسك يحتوي كمان على البروتين، فيعتبر ممتاز لترطيب وتقوية الشعر وعلاج الشعر المتضرر من الحرارة. كمان قوامه كريمي وثقيل، كمية قليلة منه تتوزع على كامل الشعر بسهولة، وهذا الشيء يخليه اقتصادي بنفس الوقت، وأكيد خالي من السيليكون. بروتين الشعر المعالج من أفوجي، هذا المعالج كان جزء مهم من رحلة عنايتي من أول ما بديتها في 2018. هالسنة استخدمتها بس مرة واحدة لأن شعري ما عاد يحتاجه زي زمان، يكفي ماسكات بروتين طبيعية عشان يرجع شعري حيويته، لكن ما قدرت ما أذكره كواحد من مفضلاتي خاصة للمسامية المرتفعة. تكلمت عن رأيي فيه بالتفصيل في حسابي في الإنستغرام، وطريقة استخدامه موجودة في الهايلايت عندي. بعد كذا راح نتكلم عن زيوت الشعر. زيت جوز الهند العضوي المعصور على البارد، طبعا بنات كلكم دارين قد ايش احب زيت جوز الهند، ما اقدر اعيش بدونه، هو سر من اسرار حيوية وطول شعري من يومي بالمتوسط وانا استخدمه.
زي جوز الهند معروف انه يحافظ على البروتين الموجود بشعرك، بالتالي يظل شعرك قوي وصحي. كمان معروف تطويل الشعر. زيت اللافندر الأساسي أحد الإضافات الجديدة بروتيني في 2019، باختصار ممتاز جدا في تكثيف الشعر. أضيفه على كل شيء، في بخاخ الموية، في ماسكات الشعر، وحتى بالشامبو أضيف فيه قطرات، لأن هذا النوع من الزيت يكون مركز، فما ينفع تستخدمينه بشكل مباشر على فروتك، لازم تخلطينه مع شيء. آخر شيء راح نتكلم عن الكريمات الشعر، المرطبات والمصففات. ليفين زبدة الشيا من Beautiful Curls، على الرغم من أن هذا النوع ما عاد يتوفر، ما أدري هي الشركة غيرت شكل المنتج أو ألغته تماما، بس كان من أفضل الليفينز اللي جربتهم هالسنة. أهم مكون فيه هو زبدة الشيا المعروف بترطيب الشعر. كنت أخذه من آي هيرب، بس آي هيرب ما عاد يوفرونه، ما أدري إذا موجود في مكان ثاني، ما لقيته في أمازون. ليفين شيا مويستر بالخروع الجامايكي الأسود، أحب هذا الليفين بسبب قوامه الخفيف ودرجة الترطيب العالية اللي يعطيها، جدا ممتاز لعمل الريفريش لأنه خفيف وما يسوي طبقة بالشعر. ومثل كل منتجات شيا مويستر أكيد خالي من السيليكون، ويحتوي على زيت الخروع المعروف بتكثيف الشعر، يحتوي على زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا، وعلى عدد من البروتينات المقوية والمرممة للشعر. كريم الشعر الكيرلي بالأرغان من OGX، هذا من غير شك أفضل كريم مصفف استخدمته وما زلت أستخدمه وللأبد راح أستخدمه. قوامه كريمي يميل لللوشن، ما أدري كيف أوصفه، لكنه مو ثقيل ولا خفيف، بالنص كأنه كريم خفيف. طبعا هذا عندي العلبة فاضية عشان كذا ما قدرت أوريكم كيف شكل قوامه، لكنه يرطب الشعر مرة كويس، يخليه يلمع، يخليه حيوي، ويسيطر على الهيشان ويحدد تموجات الشعر. شعري يظل محافظ على كثافته حتى بعد استخدامه. هذا المنتج إذا انقطع أنا أضيع. طبعا خالي من السيليكون، وأهم مكوناته هو زيت الأرغان. The Curl Company كريم جل، أنا شعري بالعادة ما يناسبه الجل ولا يفضله، ما عدا طبعا جل بذور الكتان، لكن هذا المنتج هو عبارة عن 2 في 1، كريم وجل، جدا رائع وأكثر من رائع. يحدد تموجات الشعر وما يجفف الشعر أبدا مثل الجل. خالي من السيليكون، خالي من الكحول المجففة، ويحتوي على زيت الخروع. قوامه خفيف يشبه قوام البودينج، عشانه أساسا كأنه جل وكريم مخلوطين مع بعض. كريم الأرغان المصفف للشعر من أندلو، هذا الكريم قوامه ثقيل فممتاز جدا في ترطيب الشعر، وعلى الرغم من أنه مو مخصص للشعر الكيرلي، لكن مكتوب عليه أنه يحمي من ضعف الشعر اللي يجي مع التقدم بالسن. كيف تعرفون كيف أن الشعر لما تبدأ تصير خفيفة مع الوقت وتفقد سماكتها، هو يحمي من هالشي، ولكن مع هذا فهو جدا ممتاز في إبراز تموجات الشعر الكيرلي. يحتوي على عصير الصبار، على زبدة الشيا، وعلى زيت الأرغان، وعلى زبدة الكاكاو، وكمان يحتوي على عدد من البروتينات زي بروتين الأرز، بروتين الصويا، وعدد من الأعشاب الطبيعية. ولكن لازم أنبهكم يا بنات إنه يحتوي على الدايميثيكون، هو نوع من أنواع السيليكون اللي ما تروح من الشعر إلا باستخدام شامبو فيه سولفيت، عشان كذا أحرص إذا استخدمته أو أي منتج ثاني فيه سيليكون إني أغسلهم شامبو سولفيت زي اللي ذكرته في البداية. حاجة أخيرة بنات نسيت أذكرها وقلت مستحيل أنزل هذا الفيديو بدون ما أذكرها، هو جل بذور الكتان، من أفضل أنواع الجل اللي استخدمتها في ترطيب وتحديد تموجات الشعر. يعتبر أرخص مصفف للشعر ممكن تستخدمينه، ويعطيك نتيجة أغلى مصفف ممكن تشترينه، كأني قلت شعر. وبس كده نكون خلصنا. أتمنى عجبكم الفيديو، أتمنى أنكم استفدتوا. اكتبوا لي تحت في الكومنت إيش هو منتجكم المفضل للشعر المجعد، ويلا تكتبون كمان وين نلاقيه عشان أي واحدة عجبها أو تبي تقدر تلاقيه على طول.
كمان شيكوا على صندوق الوصف تحت، ذكرت فيه كل هذه المنتجات وين تلاقينها إذا كنتي تحمستي الواحد فيها. وبس كذا، أحبكم وأشوفكم في الفيديو الجاي. باي.